بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 23. إذن في أول صفحة كما نرى au début de la page هنا لو كادو d'anniversaire. لو كادو d'anniversaire هدية عيد الميلاد. l'anniversaire المقصود به عيد الميلاد. عندما أقول مثلا c'est mon anniversaire، إنه عيد ميلادي. إذن النص، إذن أمي et son papa، البنت أمي وأباها passé souvent، يعني أنها كانت تمر غالبا. سوفون يعني غالبا. هنا عندنا الفير باسي ألان بارفي، المقصود بأن هذا المرور كان معتادا في الماضي. صرفنا الفير باسي ألان بارفي لكي نقول بأن هذا المرور كان يحدث باستمرار في الماضي. أمي إي سون بابا باسي سوفون دوفون اون بيتيت بوتيك دو جوي. أمي وأبا كان يمران في الماضي دوفون، يعني أمام اون بيتيت بوتيك، أمام حانوت صغير دو جوي للألعاب. مي ولكن إن نو سيتي جامي أغيتي بو غاردي ألانتيريور. إن نو سيتي جامي أغيتي، المقصود أنهما لم يتوقفا طبعا في الماضي بو غاردي ألانتيريور، يعني أنهما لم يتوقفا ولا مرة بو غاردي ألانتيريور. بو غاردي للنظر، المقصود لكي ينظر الانتيريور. الانتيريور المقصود به الداخل، عكس الاكستيريور. الاكستيريور المقصود به خارج الشيء، المقصود خارج قاعة، خارج علبة، خارج المنزل مثلا. إذا نتكلم عن الاكستيريور هنا طبعا عندنا الانتيريور، يعني بالداخل. المقصود هنا ما il ne s'était jamais arrêté pour regarder à l'intérieur de cette petite boutique de jouets. إذن المقصود هنا بأنهما لم يتوقف ولا مرة للنظر داخل الحانوت الصغير للألعاب. Et puis un jour وثم في يومين، طبعا un jour المقصود به يوم. طبعا حسب سياق الكلام هنا المقصود بعد الكلمة وفي يومين، طبعا المقصود وفي يومين من الأيام. Et puis un jour وفي يومين أمي أبويا صني كونتخ لا فيترين. إذن أمي البنت الصغيرة أبويا، عدنا الفيرب أبويي أو باسي سامبل. إذن عدنا أمي أنها ضغطت بأنفها. أبويا صني هنا عندنا ضغطت أنفها، المقصود بأنها ضغطت بأنفها كونتخ لا فيترين. كونتخ لا فيترين المقصود أنها ضغطت بأنفها على زجاج الخزانة. طبعا نتكلم عن الخزانة التي تقع في واجهة المحل. إذن هي ضغطت على زجاج هذه الخزانة لتنظر ما بداخلها من خلال الزجاج. إذن et puis un jour أمي أبويا صني contre la vitrine regarda un moment puis appela son père. إذن هي نظرت لحظة، regarda c'est le verbe regarder au passé simple. Et puis un jour أمي أبويا صني contre la vitrine regarda un moment puis appela son père. امي تضغط بانفها على خزانه الواجهه. regarda un moment puis appela son père. اذا هي تنظر لحظه puis ثم appela son père. appeler يعني نادى. اذا puis appela son père ثم تنادي اباها. طبعا هي ضغطت بانفها على خزانه الواجهه ثم رات ما بداخلها ثم انها نادت اباها. او بابا regarde ce joli clown. Je veux l'acheter. Oh papa, et ya abi. Regarde ce joli clown. Regarde ce joli clown. انظر هذا المهرج الجميل. نتكلم عن دمية كما نرى في الصورة تشبه المهرج. إذا المهرج يسمى كلون. Oh papa, regarde ce joli clown. Je veux l'acheter. يا أبي، انظر لهذا المهرج الجميل، أريد شراءه. Nous verrons. ماذا قال الأب؟ Nous verrons. عدنا le verbe voir. Au futur simple. المقصود أننا سنرى. لو فيغ فوا طبعا في الصرف نقول نو فيغون، نحن سنرى. لا كونجيغيزون دو فيغ فوا أو فيتور سامبل. إذا صرف فعل رأى في المستقبل ماذا نقول؟ إذا أقول جو فيغي، أنا سأرى. تو فيغا أنت سترى. إيل فيغا نو فيغون، نحن سنرى. فو فيغي إيل فيغون. إيل فيغون هم سيرون. إذا الأب هنا يقول نو فيغون. Répondit-il. عدنا le verbe répondre au passé simple. On a le verbe répondre au passé simple. عدنا فعل أجابة
مصرر في لو باسي سامبل. إذا نوفيرو، ريبونديتيل، سي بيانتو طون انيفيرسير، هو قريبا عيد ميلادك. المقصود هنا أن عيد ميلادك قريب، سي بيانتو طون انيفيرسير، إنه قريب عيد ميلادك أو عيد ميلادك في حالة الكلام مع شخص مذكر. إذا سي بيانتو طون انيفيرسير، سي كوم مون انيفيرسير، سي كوم مون انيفيرسير. إذا ماذا قالت البنت؟ هو متى، هو متى عيد ميلادي؟ سي كون، كما نقول إنه متى، هو متى؟ مون انيفيرسير، مون انيفيرسير. إذا هو متى عيد ميلادي؟ دوموندا لا بوتيت في، سألت البنت الصغيرة. دوموندا لا بوتيت في، لو فيرب دوموندي أو باسي سامبل. سي كون مون انيفيرسير، دوموندا لا بوتيت في. إذا هو متى عيد ميلادي؟ سألت البنت الصغيرة. ماذا سيقول الأب؟ Dans deux jours, répondit le père. Dans deux jours, répondit le père. في يومين، المقصود بأنه سيكون dans deux jours. هنا عندنا في يومين، المقصود بعد يومين. Répondit le père، أجاب الأب. Le lendemain، وفي الغد، il revient. أنهما عادة. عدنا le verbe revenir au passé simple. إذن عدنا فعل revenir يعني رجع صرف في le passé simple. Il revient et entrèrent dans la boutique. Et entrèrent dans la boutique. ثم أنهما دخلا. C'est le verbe entrer au passé simple. إذن هما دخلا dans la boutique. يعني أنهما دخلا للمحل. Puis-je vous aider? هل يمكنني مساعدتك? Puis-je vous aider? هل يمكنني مساعدتك? نقول puis-je. طبعا كما نعلم بأنه من صيغ السؤال أننا نقلب لو سوجي مع لو فيرب. مثلا هنا عندنا في الاصل je peux او bien je puis. لو فيرب pouvoir او بريزون ماذا نقول؟ je peux او bien je puis. tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. ils peuvent. اذا je peux طبعا في السؤال نقول puis-je. puis-je. اذا في السؤال نقول puis-je. هل يمكنني؟ puis-je. هل يمكنني؟ vous aider. هل يمكنني مساعدتك أو مساعدتكم؟ puis-je vous aider؟ demanda le marchand. إذن طلب البائع، سأل البائع. puis-je vous aider؟ هل يمكنني مساعدتكم؟ demanda le marchand، طلب أو سأل البائع. oui répondit le papa. oui répondit le papa. نعم أجاب الأب. oui répondit le papa. نعم أجاب الأب. المقصود أنه أجاب أبي. voici ma fille Amie. elle a 11 ans. قال للبائع voici ma fille Amie, هاي ابنتي أمي. elle a 11 ans. هي عندها 11 عاما. elle est toujours la première de sa classe. elle est toujours la première de sa classe. هي دائما الأولى في قسمها، في قسمها بالمدرسة. elle est toujours la première de sa classe. هي دائما الأولى بقسمها. j'aimerais lui acheter un clown pour son anniversaire. j'aimerais, أنا أحب. عندنا لو فيرب أمي يعني أحب. j'aimerais lui acheter كما عندنا هنا أنا أحب لها أشتري. المقصود أحب أشتري لها. un clown يعني أحب أن أشتري لها مهرجا، دمية على شكل مهرج. pour son anniversaire لعيد ميلادها، المقصود بمناسبة عيد ميلادها. à ce moment في هذه اللحظة une femme entra dans la boutique. في هذه اللحظة التي شرح فيها الأب للبائع ماذا يريد، à ce moment في هذه اللحظة une femme entra dans la boutique، امرأة تدخل إلى المحل. une femme entra dans la boutique، امرأة تدخل. عندنا لو فيرب entrer فعل دخل au passé simple بنفس الطريقة. une femme entra dans la boutique، امرأة تدخل كما لو نقول في المحل، المقصود إلى المحل. كونتيل في لو كلون، عندما هي رأت الدمية. كونتيل في لو كلون، عندما هي رأت الدمية. عندنا لو فيرب فواغ طبعا في باسي سامبل. أو باسي سامبل ماذا نقول؟ جو في، تو في، إل في، نو فيم، فو فيت، إل فيغ، إل فيغ. إذن هنا عندنا إل في. بنفس الطريقة مع إل نقول إل في. كونتيل في عندما هي رأت. طبعا لو باسي سامبل تفيد السرعة في الفعل،
إذن هناك من نقول عندما هي لمحت كونت إل في لو كلون، عندما هي رأت الدمية إل سو تالاتات إل سيكخيا، إل سو تالاتات إل سيكخيا. إذن هي أخذت برأسها ثم صرخت. عندنا لو فيرب سو تونيغ، سو تونيغ. طبعا عندنا لو فيرب تونيغ يعني أنك تأخذ باليد مثلا، وعندنا لو فيرب سو تونيغ يعني أنك تأخذ بنفسك. إذن هنا كأنها هي تأخذ بنفسها، أخذت برأسها. إل سو تالاتيت. إذن كما قلنا عندنا لو فيرب سو تونيغ وليس فعل سو تونيغ، يعني أنك تدعم شخصا أو تدعم جهة. عندنا فعل آخر هو فعل كل الذي نسمعه حروف أصلية، نقول سوتونيغ. لو سوتي يعني الدعم، سوتونيغ يعني أنك تدعمه. هنا عندنا سوتونيغ، سوتونيغ يعني أخذ بنفسه. إذن هنا إل سو تالاتيت يعني أنها تأخذ برأسها. أسيكخيا ثم صرخت. عندنا لو فيرب سيكخيي، عندنا لو فيرب سيكخيي يعني أنك تصرخ وتقول في نفس الوقت شيئا ما. ماذا قالت وهي تصرخ؟ أتوندي، انتظروا. عندنا لو فيرب أتوندر، عندنا لو فيرب أتوندر على امبيراتيف يعني أنه مصرف في الأمر. أتوندي، أتوندي ديتيل يعني قالت هي. فونالي با لو فوندر، فونالي با لو فوندر، فونالي با لو فوندر يعني أنك لن تبيعه. فونالي با لو فوندر لن تبيعوه، المقصود أنك لن تبيعه. إذا تتكلم مع البائع تقول له فونالي با لو فوندر، هنا في الأصل تقول له لن تبيعوه، لن تبيعوه. ميسي مادام، البائع هنا يقول له بأنني سأبيعه، على عكس ما تطلبين. ميسي مادام، هو لم يقل لها مي وي مادام. إذا قال وي مادام المقصود أنه يوافقها بأنه لن يبيعه. هو ماذا قال لها؟ ميسي ولكن بلا سيداتي، ميسي مادام ولكن بلا سيداتي. دي لو مارشون، يقول البائع سو مسيو فو لوفخيغ ا سافي ا لوكازيو دو سون انيفيرسير. سو مسيو هذا السيد، فو سي لو فيرب فولوار هو يريد، لوفخيغ طبعا عندنا لو فيرب اوفخيغ يعني منح، ولكن هنا عندنا سو مسيو فو اوفخيغ سو كلون ا سافي à l'occasion de son anniversaire. لكي لا نعيد كلمة لو كلون عوضنا بهذا لو. وبما أن أوفخير تبتدئ بإن فويل يعني بصوتي، إذن سنحذف أه الخاصة بلو ثم نضع أبوستخوف. ماذا يصبح عندنا؟ يصبح عندنا ميسي مدام دي لو مارشون سو ميسيو فو لوفخير à sa fille à l'occasion de son anniversaire. هذا السيد يريد أن يمنحه، ذو لوفخير يريد أن يمنحه أصافي لابنته à l'occasion بمناسبة de son anniversaire، بمناسبة عيد ميلادها. son يعني أن هذا عيد الميلاد يعود لها، de son anniversaire لعيد ميلادها. إذا ماذا قالت المرأة؟ mais c'est impossible، mais c'est impossible ولكن هذا غير ممكن. mais c'est impossible، mais c'est impossible ولكنه غير ممكن. mais c'est impossible ولكنه غير ممكن. je le veux pour mon fils qui est très malade، je le veux pour mon fils qui est très malade. انا اريده لابني الذي هو جد مريض. je le veux، عدنا مره اخرى لو فيرب فولوار. je le veux، انا اريده pour mon fils لابني qui est très malade، الذي هو جد مريض. il est à l'hôpital، il est à l'hôpital هو في المستشفى. et je lui ai promis ce clown، وانا وعدته هذا الكلون، وانا وعدته هذه الدمية، المقصود هذا الكلون. il est à l'hôpital هو في المستشفى. et je lui ai promis ce clown وانا وعدته هذا الكلون. الاصل هنا il est à l'hôpital هو في المستشفى. et j'ai promis mon fils ce clown وأنا وعدت ابني هذا الكلون. إي جي بخومي مون فيس سو كلون، وأنا وعدت ابني هذا الكلون. طبعا لكي لا نعيد كلمة مون فيس يعني ابني لأننا ذكرناه فيما سبق، إذا ماذا سنقول؟ إي لي تا لوبيتال إي جو لوي إي بخومي سو كلون، وأنا وعدته هذا الكلون.
Le marchand regarda le papa. Le marchand regarda le papa. البائع ينظر للأب. Le papa regarda Ami. والأب ينظر لأمي. Ami regarda le clown. Ami تنظر لي الدمية. Et dit doucement. ثم تقول بهدوء. ثم تقول بهدوء. Donne lui le clown papa. Donne lui le clown papa. ثم تقول بهدوء. Donne lui le clown papa. اعطيها الدمية يا أبي. Donne lui le clown papa. طبعا donne lui يعني اعطيه او اعطيها يعني ان تأتي في الحالتين. طبعا من خلال سياق الكلام نحن نتكلم عن امرأة تريد هد الكلون، اذا سنفهم العبارة اعطيها donne lui le clown papa، اعطيها الكلون يا ابي. فلو كان عندنا رجل مثلا ما كان هذه المرأة يريد هد الكلون لابنه المريض مثلا، لقلنا نفس الشيء، لقلنا نفس الشيء دون لوي لو كلون بابا، اعطيه الدمية يا أبي. نستكمل في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.